فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال في تمام الحديث: فأومأ الحسن الراوي إلى جيب قميصه قال: وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. نعم، هذه مسألة استطرادية، وهي استعمال الطيب للرجال والنساء. استعمال الطيب للرجال هذا مستحب، وهو من الآداب الشرعية، وكذلك النساء تستعمله في بيتها وعند زوجها لأنها بحاجة إلى ذلك. أما إذا أرادت الخروج من بيتها فإنها تنهى عن التطيب لما في ذلك من الفتنة، فتطيب المرأة يكون في حالة وجودها مع زوجها أو في بيتها إذا لم يكن فيه فتنة، أما عند الخروج فإنها تمنع من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، يعني ليس فيهن زينة ولا طيب، إنما تخرج بثياب لا تلفت النظر لا بشكلها ولا برائحتها، بل تكون ثيابا ساترة ليس فيها زينة ولا طيب. هذا هو المقصود. نعم. وإن قيل تطيب إذا خرجت ولا يشمه منها إلا نساء؟ لا يجوز هذا، عند الخروج ما يجوز لها أن تتطيب، وقد جاء الحديث أنها إذا تطيبت واستشرفها الرجال فهي زانية، بمعنى أن هذا نوع من الزنا، لأن المراد بالزنا الزنا الغليظ القبيح، وإنما هو نوع من الزنا، لأن كما في الحديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني والرجل، فالأعضاء تزني، كل واحد كتب عليه نصيبه أو حظه من الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. على كل حال ما دام أنه نوع من الزنا فهو حرام. نعم. التطيب في الرجل والمرأة هل له صلة بكونه متزوجا أو غير متزوج؟ لا، مطلوب من الرجل أن يطيب رائحته لأنه سيذهب إلى المساجد ويغشى المجالس، والرجل مطلوب منه التطيب والتنظف، والمرأة مطلوب منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجها.